طبعا استقبالنا لشهر رمضان الفضيل، شهر رمضان المعظم الذي كان صلى الله عليه وسلم يبشر به أمته وأصحابه: أتاكم شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. هذا الشهر الفضيل المعظم الذي كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم 6 أشهر قبل مجيئه يسألون الله أن يبلغهم إياه، شهر الخيرات والنفحات والبركات. أخوة الإيمان والإسلام، أيها الجمع الطيب المبارك، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه الذكرى التاريخية العظيمة ترجعنا إلى ذلكم الجيل الذي ضحى بالنفس والنفيس، ضحى بكل ما يملك، وضحى وترك كل غال ونفيس عنده من أجل أن يرجع لنا العزة والكرامة والشهامة، ومن أجل أن يحرر هذه الأرض الطاهرة، حررها وسقاها بدمه الشريف. فما علينا إلا أن نكون أوفياء لهم والحفاظ على رسالتهم التي تركوها لنا. هذا الشهر الذي هو شهر الامتحان، كما قال الأستاذ بارك الله فيك، لدينا تحضير لهذا الامتحان. فعندما يدخل التلميذ ليمتحن في القسم، لا بد له من مراجعة قبل الامتحان، ولا بد من تحضير قبل الامتحان حتى يفوز وينجح ويتفوق. أن نستعد استعدادا خاصا، وأن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن نتوب إليه، وأن نكون صادقين مع الله عز وجل، وأن نرجو ذلكم الثواب الذي وعد الله تعالى به الصائمين القائمين، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، وأن يوفقنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعطينا ثواب الصائمين القائمين الذين لا ثواب لهم إلا الجنة. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.